هنعتبره مقترح بايدن، يعني مش دي القصة. القصة بالنسبة لنا دلوقتي هو ازاي ان احنا نقدر نوقف هذا العدوان ونقدر نصل الى وقف المعاناة الانسانية اللي بيعاني منها اهلنا في فلسطين. مصر الحقيقة لا تدخر اي وسعة، وبالتالي هي مستمرة في هذه المفاوضات بكل ما اوتيت من قوة وبكل قدرتها الضاغطة. ليه؟ احنا عاوزين نوقف هذا العدوان وننهي هذه المأساة الإنسانية في أسرع وقت ممكن. معانا على التليفون دكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ. إزاي الصحة؟ كله تمام يا رب تكون بخير. ربنا يخلي حضرتك بخير. زي ما حضرتك أكيد عارف، لأنك طبعا أكيد من أكثر المتابعين، البيان المشترك اللي صدر من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن المقترح اللي كانت بتدفع بيه واشنطن، اللي هو نبدأ الأول بست أسابيع يتم فيها وقف العدوان بالكامل أو وقف إطلاق النار من الجانبين، ثم أيضا الانسحاب من كافة الأراضي المأهولة بالسكان، ودي تبقى المرحلة الأولى. أحيانا نجد على الإعلام الإسرائيلي الأخبار المتضاربة، يعني شوية يقولوا أن هناك انقسام داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية حول الموافقة على مقترح بايدن، وأحيانا أخرى يقول لدينا موافقة بالإجماع داخل الكنيسة، وأحيانا أخرى نقول أصل المعارضة تضم يدها إلى يد نتنياهو لأجل الإفراج عن المحتجزين والموافقة أيضا على المقترح الأمريكي. بتشوف كل ده إزاي يا دكتور حامد؟ وكيف يعني تتوقع أنه لو صح تعبير هدنة الست أسابيع تبدأ وتستمر؟ طبعا لا شك أن في ضغوط كبيرة جدا، سواء على مستوى الداخل الإسرائيلي أو حتى على مستوى المجتمع الدولي، جعلت حكومة نتنياهو يعني أرى أنها تربك لأول مرة وتتراجع في أنها تبحث عن هدنة إنسانية تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، في ظل أن هناك بالفعل على مستوى الداخل الإسرائيلي حراك كبير جدا. يعني وأنا بأتحدث مع حضرتك الآن يا أستاذ يوسف، نجد أن هناك حراكا متزايدا، لأول مرة نرى هذا العدد في الشارع، على اعتبار أن خطاب بايدن بالأمس والمقترح الأمريكي يمثل ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو، لأنه مثل ضغوط على كل الأطراف في المشهد الداخلي الإسرائيلي، سواء على حكومة نتنياهو أو حتى على الوزراء المتطرفين أو حتى على أقصى اليمين المتطرف، وأيضا على مستوى المعارضة، وأيضا مثل ضغطا كبيرا لأن لأول مرة تخرج هذه التصريحات من قبل الإدارة الأمريكية، ونقلت الضغط من على المقاومة الفلسطينية على حكومة نتنياهو، وأصبحت الضغوط متزايدة في ظل أن شاهدنا متغيرات على المستوى الدولي، خروج أوروبا بشكل عام من العداء الأمريكية، وأصبح لها صوت قوي جدا في الفترة الأخيرة، وانسجامها مع القوى العربية المؤثرة، خاصة أن المقترح الأمريكي يا أستاذ يوسف لا يختلف بل يتطابق مع المقترح المصري، بل هو أخذ من المقترح المصري بكل يعني مراحله الأولى والثانية والثالثة، ولو كان هناك إرادة واضحة من قبل نتنياهو كانت الأمور قد وصلت وبشكل كبير إلى هدنة إنسانية قبل ذلك بكثير. طيب تعتقد أنه هل الجانب الصهيوني أو بالأدق حكومة نتنياهو مستعدة لقبول هذا المقترح ومستعدة لقبول البيان المشترك اللي صدر من الدول الثلاثة اللي بتدعو فيها إسرائيل، كما تدعو حماس بالتأكيد، ولكن بتدعو فيها إسرائيل لقبول هذا المقترح؟ يعني قاب قوسين أو أدنى أن يتم الإعلان عن هدنة، لأني بالفعل من مصادر داخل إسرائيل وأكثر من الإعلام الإسرائيلي بيؤكد على أن هذا المقترح لم يخرج إلا بالتنسيق مع حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية، لكن هناك الآن كما يعلم القاص والدني أن هناك انقسامات حادة داخل إسرائيل بين من يسعى إلى استمرار هذه الحرب، وأتحدث عن سموتريتش وبن خفير والأطراف الأخرى وهم أهالي المحتجزين، بالإضافة إلى يائر لبيد وبنت وغيره من وأذن قد طبعا، وجانس يدعو إلى تنفيذ المقترح الأمريكي، وبالتالي أرى أن المواقف الإسرائيلية المتذبذبة جعلت الإعلان عن هذا المقترح من قبل الجانب الأمريكي يمثل ضغطا كبيرا على كل الأطراف الفاعلة في الداخل
الامريكي في الداخل الاسرائيلي، بالاضافه ايضا الى ان هناك عوامل ضاغطه على الاداره الامريكيه، يعني المواقف الاوروبيه الواضحه في الفتره الاخيره، وايضا ضغط الشارع الامريكي مثل عاملان رئيسيان في الفتره السابقه لان يكون هناك مخرج من هذا المأزق الذي وضعت الاداره الامريكيه نفسها فيه، في ظل اننا مقدمين على عام الانتخابات، وايضا تراجع شعبيه الرئيس بايدن لادنى مستوياتها منذ فترات طويله. كل هذه العوامل بالاضافه الى ايضا اعتراف اسبانيا وايرلندا والنرويج وباقي الدول كسلوفينيا ومالطا وغيرها من الدول، حتى ان هذه المبادره بمجرد الاعلان عنها نجد ان هناك ترويج لها بشكل جيد على المستوى الاوروبي وعلى المستوى العربي وترحيب بهذه المبادره، مما سيمثل ضغطا على الرئيس الامريكي لتنفيذ هذه المبادره بشكل كبير. طيب اذا على ما يبدو ان الرئيس الامريكي يريد تنفيذ هذه المبادره، وانا اتفق 100% ان هذه المبادره هي مبنيه على المقترح المصري او الرؤيه المصريه ذات المراحل الثلاث، لكن هل نتنياهو مستعد للقبول الفعلي على الارض ولا انه سيماطل او تبدأ الهدنة ثم يقوم بخرق هذه الهدنة فيما بعد؟ حضرتك جاوبت بشكل ذكي جدا يا معالي النائب، باعتبار أن نتنياهو يسعى إلى أن تكون هناك هدنة يحصل بمجابهة على بعض المحتجزين لتهدئة الشارع الإسرائيلي، ثم بعد ذلك من الممكن أن يكون هناك سعي كبير لخرق هذه الهدنة، وبالتالي الضمانات الأمريكية هذه المرة لابد أن تكون قوية، لابد أن يكون هناك انغماس أكثر من قبل الإدارة الأمريكية. ويليام بيرنز يعني أتى إلى المنطقة أكثر من 12 زيارة ومع ذلك لم يحقق اختراقا حقيقيا، ولكن حان الوقت لأن الضغوط تتزايد، وأيضا استمرار هذه الحرب معالي النائب في ظني وتقديري أنه يمثل ضعف للإدارة الإسرائيلية بشكل كبير، التي دخلت في عزلة وأصبحت دولة منبوذة وأصبحت تخسر بشكل كبير سياسيا، في ظل أن العالم الآن بدأ يعترف يوما بعد يوم وتتزايد المطالب بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67، وكما قال لود أوستن وزير الدفاع الأمريكي بشكل واضح، والذي قال أن إسرائيل من الممكن أن تكسب هذه الحرب عسكريا ولكنها ستخسر هذه الحرب استراتيجيا، وده اللي بيحدث الآن بعد الدعم اللامتناهي التي توليه الكثير من دول العالم للقضية الفلسطينية بشكل كبير. أشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور حمد فارس خبير العلاقات الدولية.